السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إن شاء الله فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع تقليب نوع من أنواع الحمام اللي بنحبها أو الأنواع المشهورة. تمام، هتكلم النهاردة إن شاء الله عن نوع من أنواع الحمام الزينة، ويعتبر من أجمل أو من أوضح أنواع الحمام الزينة اللي بتظهر نفسها بنفسها، بيلفت نظرك، بيخليك تبص له غصب عنك، لان هو فرد حمام ما شاء الله عليه جميل. نشوف مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله. النهارده هنتكلم عن حمامه النفاخ. حمامه ما شاء الله عليها، اول ما تبص لها هي بتلفت نظرك ليها وبتخليك تركز معاها وتبقى عايز تشوفها وعايز تشوف مدى ما شاء الله جمالها ومدى ان هي بتظهر لك جمالها بنفسها. هنتكلم عن تقليب الحمامة النفاخ النهاردة، وهنتكلم عن مميزات الحمامة النفاخ. حمامة جميلة جدا. اولا الحمام النفاخ بيتميز بكذا حاجة، تمام، اهمهم طبعا نفخة الحصالة بتاعته، ان هو بيجمع الهواء في حصالته وبينفخها، تمام، بيدينا الشكل الجمالي بتاع الحمام النفاخ. تاني حاجة ان الحمام النفاخ ما شاء الله زي ما احنا شايفين حجمه كبير عن الحمام العادي، تمام. بعد كده رسمة جسم الحمام النفاخ او الوان الحمام النفاخ ايا كان لونه، فلازم يكون واخد شكل دوت في الظهر اللي هو شكل السبعة دي، تمام، وواخد الطوق اللي حوالين راسه ده، الطوق الابيض، تمام، واخد اللون اللي على دماغه من هنا ده اسمه بصمة، دي اسمها بصمة، تمام. فرد الحمام مفيش تلطيش في حصالته، مفيش تلطيش حوالين الطوق بتاعه، طبعا بطنه زي ما احنا شايفين كده نصها بلون الجسم، والنص التاني طبعا ابيض لحد الديل طبعا بيبقى بنفس لون الجسم بتاع فرد الحمام. الشراويل بتبقى بيضة ما فيهاش اي الوان. الرجلين طبعا زي ما احنا شايفين كده بيضة خالص ما فيهاش اي الوان، ولا هنا ولا هنا، تمام. بيتميز طبعا شروال فرد الحمام النفاخ ما ينفعش يكون سروال، ما ينفعش يكون قصير، طبعا لازم زي ما احنا شايفين كده شرواله يكون كبير ويكون تقيل، تمام. يعتبر كده انا وصفت لك فرد الحمام النفاخ، او وصفت لك اغلبيه مواصفاته اللي هي المواصفات الجماليه اللي المفروض ان هو يتميز بيها فرد الحمام النفاخ. كمان الجناحين يا جماعه لازم يكونوا بيض، مفهومش اي لون تاني، ابيض ساده، تمام، اهو زي ما احنا شايفين كده الجناح كله ما فيهوش اي ريش ملون، تمام. طبعا البصمه اللي على الدماغ تكون مظبوطه على قد الدماغ بالظبط من فوق كده، تمام، واخده شكل البصمه، والطوق يكون داير حوالين الرقبه بالدماغ وما يكونش فيه اي زيادات ملونه بلون الجسم، وطبعا الظهر ما يكونش فيه اي زيادات ملونه بلون الجسم. الديل نفس النظام، الشراويل نفس النظام زي ما اتكلمنا كده. بتفرق بعد كده في وقفه فرد الحمام في العين، لازم فرد الحمام يكون واقف واخد شكل مستقيم، يعني هو واقف ونافخ بتلاقيه فارد جسمه وركبه مفروده. دي اهم مميزات او اهم تقليب او وصفات فرد الحمام النفاخ. نخش بقى بعد كده في فرخ الحمام النفاخ. هل فرخ الحمام النفاخ صعب ولا سهل؟ اولا فرخ الحمام النفاخ اسهل مما تتخيل، لان طبعا زي ما احنا شفنا العظم بتاعه عظمه طويل ورفيع، عامل زي الحمام الشقلباز او زي الحمام البلدي، تمام، فسهل جدا ان انت تفرخه. المهم ان انت تحافظ عليه كاهتمام وكمناعه، يعني لازم مناعته تحافظ عليها، ما تتعبهوش، ما تهلكش فرد الحمام عندك. طبعا اكله يبقى نظيف، ميته تبقى نظيفه، لان احنا يعني فقدين شويه حته ان احنا نهتم بالحمام. النوع دوت بيحتاج اهتمام، تمام. النوع النفاخ او الانواع اللي هي المستأنسة او اللي هي اللي جايه من بره لسه بتتاقلم على الجو بتاعنا بتاع مصر، محتاجه اهتمام اكتر عشان نقدر نحافظ عليها وما نفقدش الطير دوت، او ان هو يجي له امراض ويموت مننا، تمام، لان زي ما احنا شفنا طبعا ان هو بيحاول ان هو يعبي هواء في حصالته، فبياخد هواء كتير من الجو، ممكن الهواء دوت يقعد مده طويله في حصالته، فممكن يلم بكتيريا او يلم
جراثيم او اي مشكله في الهواء، فطبعا محتاج ان هو ياخد هواء نظيف، محتاج تهويه كويسه، محتاج ميه كويسه، محتاج اكل كويس بحيث ان ما يبقاش في اي بكتيريا فحصلته اللي هي بتسبب له الامراض المعويه او الامراض اللي احنا بنشوفها زي مرض تدلي الحصاله والكلام ده. يا ريت اكون قدرت ان انا اوفي فرد الحمام الجميل دوت حقه. فرد حمام من اشيك الحمام الزينه ايا كان سعره، سواء سعره غالي او سعره رخيص، بس هو فرد حمام فعلا شيك ويستاهل ان احنا نهتم بيه، ويستاهل ان هو يتوصف من الحمام الزينه فعلا الجميل. تمام. يا ريت برضو اخواتنا اللي متابعين معانا القناه لو في اي حد ان شاء الله عنده اي استفسار يكتبوا لي في تعليق، ويا ريت اشتراك في القناه يا جماعه ان شاء الله، وممكن يعني فضلا وليس امرا تعمل لايك على الفيديو لما تشوفه لو عجبك. هيظهر لك لينك القناة هنا، هتقف على الصورة هتلاقي كلمة اشتراك، هتدوس عليها هتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان لو نزل اي فيديو جديد يجي لك باشعار ان انت تشوفه. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم عمر من تونس.